انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. كان زمان كل اللبس متفصل، عندي الترزي فلان، ما كانش فيه حاجة جاهزة، كان كله تفصيل، بس كان عندي الترزي. لكن الترزية زمان كان ترزي بيصمم الدرس، او يعني سوري بالبلدي الفستان كانت الست تلبسه، يعني تمشي كده تحس ان حاجة تانية خالص. دلوقتي مفيش، دلوقتي اولا مفيش ترزي اصلا، ودلوقتي بقى عندنا الجديد بدل الترزي مصمم الازياء. يعني عشان تصممي الفستان لازم تروحي لهاني البحيري، لازم تروحي لمش عارف مين، لازم تروحي لاحمد فايز، لازم بقى مصمم ازياء، ما بقاش اسمه ترزي. ما هو ده برضو احنا يعني زي ما اقول لك ايه، هو ده التطوير اللي احنا وصلنا له. لكن احنا اتطورنا بس ما طورناش من لبسنا. يعني ساعات بيطلع موضه يقول لك ايه ده موضه السبعينات احنا بنلبسها دلوقتي، بس انت طورت من موضه السبعينات ايه؟ البنطلونات الشالستون، البنطلونات اللي هي الهاي ويست، ما كل ده كان زمان، بس انت ما طورتش من الفستان، الدرس، السكيرت، البلاوز اللي بتلبسها الانثى. فهي يعني حته ان زمان لا، زمان كانت الانثى فعلا حقيقي، لكن دلوقتي في نظري انا لا، انا نفسي يرجعوها تاني بقى يعني حقيقي بجد. لكن ما اعتقدش سعاد حسني وماجدة وفاتن وكل الناس دي كان فعلا يعني في حاجه اسمها انثى، من الشوز التالون لحد الميك اب، لحد الشعر، لحد المانيكير، لحد الدرسات، لحد السكيرت، حتى البنطلونات اللي كانوا بيلبسوها مش زي اللي احنا بنلبسها دلوقتي. دلوقتي انا في نظري ان الست زي الراجل، يعني الجينز والتيشيرت والشميز ورابطه وعامله ورافعه شعرها والجزم الكوتشي والباليرينا والفلات، ما خلاص يعني تحس ان الانوثه اختفت. الانوثه بتظهر في حفله، في فرح، في سهره، في عيد ميلاد، في ايفنت، في فطار، في عشاء، لكن على اللونج ران مش هتلاقيها موجوده اول ذا داي خالص، مش موجوده اصلا. زي القرع المد لبره، مع ان احنا المصريين بيعملوا حاجات كويسه جدا والمصريين بيصدروا حاجات كتير بره وبتنسب للاجانب، اللي هم سوري مش الاجانب، اللي هي تركيا والصين ولبنان بتتنسب ليهم. بس احنا ممكن نعمل حاجات كتير حلوه قوي، بس احنا كسولين. لكن المصريين يعني انا بشجع الصناعه المصريه. يعني انا في رمضان عملت، كان عندي برنامج اسمه نهار جديد الصبح بتاع اسماء مصطفى وخالد عليش وداليا اشرف. انا عملت حاجه اسمها انا بشجع الصناعه المصريه او بشجع الجلابيه المصريه. الديزاين اللي انا عملته اللي هو كل يوم بنطلع بالتوب السيناوي، بالتوب الاسكندراني، يعني عارفه بالجلابيه الفلاح البلدي، بالفرعوني. يعني احنا لازم نشجع بلدنا، لان احنا بلدنا حلوه والله العظيم، انا مش بقول كده عشان حاجه، بس احنا لازم نشتغل، لازم نعمل حاجه. ما هو انا ما سافرش بره واجيب اقول لك ده اصل جاي من لبنان، اصل جاي من تركيا. طب يا جماعه، طب ما احنا ممكن نعمل هنا ونصمم هنا. طب ما المصممين المصريين اللي هنا ما بيطلعوا يصمموا بره وبيتعرض في ديفيليهات بره ليهم، ليه هم بيشتروهم بره واحنا ما بنشتريش من هنا؟ ما هو نفس الشخص، ما هو ده مصري مش اجنبي ولا لبناني ولا اي حاجه، ده هو مصري. يعني هو بيطلع يعمل الديفيليه بره هاني البحيري او احمد فايز او الله يرحمه داغر، الناس دي كلها ما دول مصريين بيصمموا هنا ويطلعوا يعرضوها بره وياخد جايزه احسن مصمم ازياء، ما هو ده مصري. في غيره كتير، فاحنا يعني مش عايزين كل حاجه نقلد، اصل انا جايبه من لبنان، اصل انا جايبه من تركيا، لا اصل لبنان احسن، لا اصل لا. طب ليه؟ طب في مصر في حاجات كويسه. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انت وبس.com.